والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكراً هبة حسين، شكراً محمد عبدو، وأهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتشار مرض الحمى القلعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها. وتواصل المركز مع وزارة الزراعة التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار مرض الحمى القلعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها. وشددت على توفير كافة التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية بشكل دوري ضد أي أمراض وبائية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع منذ 19 من نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب إلى 1783 دولار للأوقية، محليا سجل عيار 18 نحو 1371 جنيه للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1600 جنيه وهو الأكثر مبيعا، في حين سجل عيار 24 نحو 1829 جنيه. بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، وصل سعره إلى 12800 جنيه. في أسواق البترول العالمية تراجعت العقود الآجلة للنفط مع ترقب اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أوبك بلس وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.5% لتبلغ نحو 85 دولار و57 سنت للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5% إلى 79 دولار و98 سنت للبرميل، وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.61% لتصل إلى 3 دولارات و17 سنتا للتر. كذلك تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.78% لتسجل نحو 6 دولارات و28 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رجحت مصادر في مجموعة أوبك بلس إبقاء المجموعة على أهدافها لإنتاج النفط عندما تجتمع غدا، وذلك بعد اتفاق دول مجموعة السبع على حد أقصى لأسعار النفط الروسي. اتفقت أوبك بلس في أكتوبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، حتى نهاية عام 2023. وذكرت أنها خفضت الإنتاج بسبب توقعات ضعف الاقتصاد العالمي ورفع أسعار الفائدة. خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية لفرنسا إلى سلبية بدلا من مستقرة. وخفضت الوكالة أيضا توقعات النمو الاقتصادي في فرنسا في عام 2023 إلى 2% بدلا من 1.7%. جاء خفض النظرة المستقبلية نتيجة الضغط المتزايد على المالية العامة للدولة بسبب تباطؤ الاقتصاد وإجراءات الحكومة الفرنسية لتخفيف تأثير زيادة التضخم في أسعار الطاقة عن كاهل الأسر وشركات. تراجعت أسعار الغذاء العالمية في شهر نوفمبر الماضي للشهر الثامن على التوالي في مؤشر على بدء تراجع الضغوط التضخمية. وأفادت وكالة بلومبرج أن مؤشر الأمم المتحدة أسعار الغذاء انخفض بنسبة 1% في نوفمبر الماضي إلى أدنى معدلاته منذ يناير، مشيرة إلى أن تجديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا أدى إلى انخفاض أسعار القمح والذرة في الوقت الذي تؤدي فيه المخاوف من حدوث ركود عالمي إلى الحد من الطلب على الغذاء.